مرحبا أصدقائي، وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة 100% للعناية بالبشرة. تعمل هذه الوصفة على التخلص نهائيا من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين وفي الوجه، وأيضا ممكن استعمالها للجسم بالكامل. أي منطقة سوداء في الجسم سوف تختفي. أيضا من مميزات هذه الوصفة أنها تعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة بشكل رائع جدا. سنحتاج في هذه الوصفة أولا إلى القهوة سريعة التحضير. نضيف ملعقة كبيرة، نحتاج أيضا إلى الزبادي الطبيعي، نضيف أيضا ملعقة كبيرة. نخلط جيدا حتى تذوب القهوة. نحتاج إلى العسل. نضيف ملعقة صغيرة من العسل. ونخلط جيدا المكونات مع بعض. نحتاج أيضا إلى هلام الصبار. إذا كان متوفر عندنا الطبيعي ممكن نستعمل هلام الصبار الطبيعي إذا من الورقة، إذا لم يتوفر نستعمل الجاهز أو المصنع. ضروري النوعية تكون جيدة. نضيف ملعقة صغيرة من هلام الصبار. ونخلط جيدا المكونات مع بعض. رجاء إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة. أيضا أتمنى منكم مشاركته مع أصدقائكم كي يستفيدوا أكثر. نحتاج أيضا إلى زيت جوز الهند. نضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. رجاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أصبحت الوصفة جاهزة. الآن طريقة الاستعمال. أولا نقوم بتنظيف البشرة جيدا. ثم نوزع هذا القناع على الوجه وعلى الرقبة. نتركه نصف ساعة ثم
نغسله بماء دافئ وبعدها بارد. يكرر هذا القناع 3 مرات في الأسبوع. ستلاحظون النتيجة من الأسبوع الأول. نأتي الآن إلى الوصفة الثانية، أو القناع الثاني. سنحتاج فيه إلى الشوفان، نقوم بطحنه بهذه الطريقة. نضع ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون، نضيف لها ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير. نضيف أيضا ماء الورد. ثلاث ملاعق من ماء الورد. ونخلط. ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل. نضيف أيضا هلام الصبار. ملعقة صغيرة. نطبق هذا القناع بنفس طريقة القناع الأول.